وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. والله كلنا اشتهينا هالكلام وكلنا يعني هالكلام هيك يعني أثر فينا. طيب السؤال، حينما سمعت هذا الكلام هل طلبت من الله عز وجل ذلك؟ تصير سيدنا يوسف؟ ما حدا راح يصير سيدنا يوسف، ولكن أن يجتبيك الله الباب مفتوح، أن يعلمك الله عز وجل الباب مفتوح، أن يعلمك كثير من العلم اللدني تأويل الأحاديث الباب مفتوح، أن يتم نعمته عليك الباب مفتوح. طيب طلبت أنت؟ طيب كم مرة أنت عامل ختمة للقرآن الكريم؟ طيب كم مرة أنت قاري سيدنا يوسف؟ قال أكثر من 100 مرة. قال كم مرة طلبت أنه رب العالمين يجتبيك؟ قال ولا مرة. يعلمك من تأويل أحاديث؟ قال ولا مرة. قال يتم نعمته عليك؟ يا أحبابنا اليوم بدنا نقرأ القرآن ونحن نشعر أننا بمعية الله عز وجل، ونحن نشعر أنه معنا. اللي عم بيوحي هالكلام أنت بمعيته، أنت بحضرته، فاطلب يا رب تجعلنا من الذين اصطفيتهم ومن الذين اجتبيتهم. قال ما لنا أهل، يا رب أهلنا، يا رب هيئنا.